احمد او درگاه بگره او درگاه شب بگره الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دين سرجياني أبو سعيد خدري لا بريصتو شلويك أبو سعيد خدري إكيك لعراني بيغمر صلى الله عليه وسلم وإكيك لو قنجاني كالتمني قنجاياتي خويا لخزمتي بيغمر أبوه صلى الله عليه وسلم وعلمي وعلم زانستي كزوري لبيغمري خواهر قرتوه حتى وكو لسردمي دواي في غمر صلى الله عليه وسلم بيك يقلا مفتيكاني مدينة ناسراوة وبوانيك أهل علم بنوزور يقلا صحابة قراونته بولاي أبو سعيد أبو سعيد ناوي سعدي كري مالكي كري سيناري كري ثعلبي خدرية لقومي خزرجية وأنصارية ودايكيشي لبني نجارة كخالواني عبد المطلب بابيري في غمبرة صلى الله عليه وسلم أبو سعيد خدري دصال بيش كوتشي بيغمر صلى الله عليه وسلم بو مدينة يا بابلين هش صال تقريبا لدايك بو أو كاتب بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم قسطوش الشاري مدينة أو تمني تقريبا لنزيكي هش صال بو باوكي دايكي أبو سعيد خوشي لتمني هش صالية لسدستي مصعبي كوري عمير خوان لرازي بي مسلمان بون وهروها زانان أفرمون لم يكن أحد من أحداث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفقه من أبي سعيد الخدري واتلناو صحابي قنجا كان واني تمنيا من البوكات يا غمري خواتو تشاري مدينة وهجنو صالو دصالو دوانزا صالو وانا بو أحداث بوانا أو تعين تمنيا زور قنجو من البو يشتا بالغ نبوبون لناو هميانا أبو سعيد لهميان للروع علمية وبيسترو بقوة تربوة خويل رازي به لكاتي شري أحد أبو سعيد فرمي كاتب يا غمري خواه صلى الله عليه وسلم وصماناني كوكردو بو جنجي أحد همو من كوبو ينوا وهند يقل منالي صحابة أولادي صحابة تمني دوان زصال وسيان زصال وقالوا دورو برا أمانيش أمادي خواهنا ندر بريبو إيكا لبناي خواه جيهات كان خواه فرمي عرضت يوم أحد على النبي صلى الله عليه وسلم ولي ثلاثة عشرة سنة وعليه من يعني شانك غمر دا صلى الله عليه وسلم تمن من ألبو سيانزا صال تمن بو لقل هندي كيثل أولادي صحابة كتمن يعني بشوك بو فجعل أبي يأخذ بيدي رباوكم دستي مني قرتبو تمني سيانزا صالي مني هنا بوي لشري بدر أحد بجداري بكم فيقول يا رسول الله إنه عبل العظام فرمي بيا غمري خواه سيدي ما كبتكول يعني يسقاني بقوة أمه يسقاني بقوة تواني شري هي وإن كان مؤذنا أجرت يقول لاشا كرتا بتشوكا بلام إسقاني بقوة يعني في باوكي مبرري هنا وفي غمر صلى الله عليه وسلم كم نال كي بيبو جنجي أحد لثمانية سانز صالية أو بريتي لا تضحية وفي دا كاري لبيناوي خوا وسرقسني ديني خواي بروردقار كخوان ومالو بنالو سرود وسامان وهمش تي كان كده قربان إسلام بويك إسلام برز بيتوا وكلمة توحيد لا إله إلا الله العذاب شكيتوا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصعد في البصر ويصوبه في البصر وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصعد في البصر ويصوبه في غمر إخوة سيدك ابن أخوار وتماشى أكدوا سر أبو أخوار يعني بتشوكا بكالك يا ونام ثم قال رد هنا بيجرنا بتشوكا بيجرنا فردني باوكم مني جرايا أبو عمر طبعا لو شرك شري أحد باوكي شهيد به باوكي أبو سعيد خدري شهيد به وزاي خويل سبه كباوكي شهيد بو على تشوين إما بيشارينا وخبر من بيجيش كحفت أنا فلا صحابي كان يعني بيخمر كجراوي كقلوا أنا باوكم بو تشوين بيشارينا وكاتك هل ما نقد بيجوزينا بو بقيع بشاري مدينة أو نمان زاني كسيقلان بيغمر صلى الله عليه وسلم هاواري لي كردين أن يدفنوهم حيث أدركتم الدعوة قال فدفندوا أبي الله بيغمر إخوة فرمي لاركويكا يعني هاوارك أبو شهيدا كان لشويني إخوان دفن كان لاركويكا خبرتان بيغيش دفنيان بكن ما ينقوزنوا هربو خيش هو سنة بيغمر صلى الله عليه وسلم إنسان مسلمان بطيبة الشهداء لاركويكا شهيدا بن لشويني إخوان بن يجرين لشوينو مكان إخوان لموقع إخوان بن يجرين
لو شونی که خوانی رجاء و لو شونه بریج لو نگیزدیت او با شونه کیتر و هر و ها بو مردی مسلمانانی تریش کاتی که مسلمان اجلهر شونه اجلهر ولاتیک کولاتی اسلام و ولاتیک که کفن و دفن و برای کوپیکی امانتی انجام دری نیجرا ایتر حاجت و پیوز نکه انسان چه بیگیزدیت او لایک بولایک کیتر اصلا وی ولاد ولاتی اسلام او لهر شونه وفاتی کرد بیا چاکتر او ول روی شرعی شوا انسان لو شونی که لدایک بوا اگر لشونی که ترتیا مرد باشتر بوی نیگوزیتا و لشونی که لدایق بو نمرد و لشونی که تر مرد و باشتر لشونی نیگوزیتا و لشونه بینیجی او سنت او لفرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمانی پکر او کواته لشری احد بجداری نکرد و لدوای شری احد ابو سعید خدری لقل پیغمبر صلی الله علیه و سلم لهمو جنگا کان بجداری کرد و کربتی لدوانزا غزوه لپاشان ابو سعید خدری کو هر گنجی کی تر لگنجا کان شاری مدینه جنی هنا کچی صحابي پیغمبر صلی الله علیه و سلم کعبی کور عجرا و خوای پروردگار چمنال کی پی بخشی سعید ک بونا کنیا کین دا ابو سعید منالی ک میان سعید منالی دوه من عبد الرحمن منالی سیمن عبد الله منالی چوارم حمزه منالی پنجم بشیره یعنی پنج کوریدایا خوای پروردگار ابو سعید خدری کی کلو صحابی یعنی زور عفیف بو به معنی کلمه لروی خو پاریزی ل داوا کاریو سکالا کردنو خور رزيل كردن صحابي كي زور نفس برضو ومو صحابة كان في أغمار صلى الله عليه وسلم كم صفة جوانانا انتيابو وخصوصا لهندي كان زورتر رنجي دابو يوا خويا فرميه أصابني جوع على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم تأزجني هنا وقنجو كارو كسابتو إيشي كي أوتوينية وحالي شان زور هجارة علي برسيتي هلي بيا كاملة مالو حتى شددت على بطني حجرة علي والله لبرسا بردم لسسكم بستبو فقالت لي امرأتي شخزان بيوتم لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقد أتاه فلان فسأله فأعطاه قال لي بيوتم أقل بتشي ولا يبي أغمار صلى الله عليه وسلم توجد أو يشتكي لي أبكي قال فلان وفلان يجروجتون وانا يش فقير بون بي أغمار صلى الله عليه وسلم شتي بي أبقشين كلايب وخير وصدقات وانا شو دعوة بكا فاشن أخوي فرمي أتاه فلان فسأله فأعطاه فقلت لا أسأل أحدا لا أسألو حتى لا أجد شيئا. ثم الله إذا وجد هيش كسيغناكم ما على قرن زعمت ياكم دسك ببي خوم هرشت ياك به. المهم ما عدم بيتير به. فالتمست فلم أجد شيئا. ما لي خوم عن هوي قرن جورا وحيش من دوزي وبي خوم. يعني خرمائك شيء دزنك دو بي خوم. تاك خرمائك. بناتشاري لا روشت ولاي بيا غمر صلى الله عليه وسلم فانطلقت إليه فوافقته يخطبه. ثم ولاي بيا غمر صلى الله عليه وسلم تماشاكم وتاردا. فأدركت من قوله تماشاكم أم حديثي فلم. من يستعف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن سألنا أعطيناه لولا أي رواية جواسية لسر رواية الصحيحة كانتر فعشان نفرم وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر ما نفر مدكامية هركس يخوي بباريز اللويك دوابك استغنابك على دستي خلق خوي محتاجي خلقنك قانع بيبو بشي كهيتي لكزنا باريتوا درقا بدرقانك خلق إزعاجنك وكوامانك على ممزقوتان إزعاج كردوا آوانكي أو خواي پروردگاري باريزي وخواي پروردگار دولمانيك ورزق الرزي خوي بوانيري سيدك أوي خوي بباريزي خواي باريزي أوي داوانك خوا دولمانيك أوي قانع بي خوا قانعيك وبشيداتي و هر کسی کهش بیاد دوام لیب که هشتگ لبر دستمان بیاره ایدنه عملی ناوشیرین و بشی خوی دینه. در روایتی که تر فرمیه ای و الناس قد کان لکم ان تستغنو عن المسئله. پیغمبری خواه لو تارکه امیه فرمی خالقینا اتر کاتی اویا استغنا بکن لدعوا کردن و دعوا هیچ لکز نکن. فانه من يستعفف يعفه الله. براستی هر کسیک خوی به پاریزی ل دعوا کردن خوی پروردگاری پاریزی و خوی پروردگار دولمانی که پس نفرم و ما اعطی احد عطاء خیرا و اوسع من الصبر هیچ کسی گنیه هیچ تیکی پی بخش داره هیچ صفتیک هیچ جور رفتار و کردارک جور تربیه ل صبر آخر صبر بابی کی جور جوریه صبر لسر عبادت نوش روجو زکات حد شاک کاری صبر لسر وی گناه نکی توان نکی خراب نکی صبر لسر وی ک دعوان نکی خود به پارزی ل دعوا کردن اما نه همی صبره بوی افرمی هیچ صفتی که باید انسان یک ندرا و جورتر بیه ل صبر
اما زمي داوا كردنا اما اگر انسانك محتاج بفقير بمسلمانك بشي بدا زكاتي بداتي صدقه بداتي بوخي داواناكا هيجي اشكالك ثاني ودرسته وبيغمر صلى الله عليه وسلم فرميتي حتى بعمر كري خطاب ك بشي دا امام عمر ورينا قلت بيغمر خا فرمي اي عمر اگر خوي پروردگار رزقي كي بو حواله كردي تو خود بشوين يا ناگري وداواناكي ما دام محتاجي وري بقرا كواتا اكويت السلوي كانسان اگر رزقك قوت يا خوا بو ناردي توج محتاج بوي بيست بشر محيانا كلام حالته انسان ابي وري بقري ما دام بو خود ناسي محتاج وفقيري اما اقل انسان محتاج وفقير نبو نخير داوانك ووريشي نقري بلكو بلا بيدنا فقيري كترو هجاري كتر ايه هو سعيد فرميتي فرجعت فما سالت احدا بعده شيء الله يقول الله بيغمر يخو اوي فرمو صلى الله عليه وسلم نسمين بر من شي شنو داوانك موضوعك بابتك في عندي بو بلا داوانك لازم هنا قرامه هيشم داوانك فجاءت الدنيا فما أهل بيت من الأنصار أكثر أموالا منا الله الدنيا هات روي والله هيك مالك وكو مالي إما الأنصار كان دولة من نبوي وبس دقة ودق معنى حديثك أو يخوي بباريزي أخوي باريزي أو يدوانك أخوا دولة منيك هتاكو تاي الله والله كز وكو مالي إما دولة من نبو لماني لمالي أنصار كان أبو سعيد الخدري قال الرازي كنت من لا فقهائنا وأصحابي في غمر صلى الله عليه وسلم والروايات حديث الزور وقول دعاء دين سري رجالي كان في غمر خائم إن أبو غزائك أو نسيك سينا فريق بوين روشتين بلايك وما الله خلك لو دشتو صحراء ميوان داري من دوالي كردن ميوانيا نكردين ميوان داري من دوالي كردن ميوان داري نكردين إيه الله إيه مش زور حول ما لقلدان فايدين أبو برسي ما ويش ما فين أبو دور كوتين أبو خايف الوردقار قدري وابو كسيدي أو قومة يعني رئيس عشتي أو قبيلة يعني كخي أولادي قوري أولادي دو فشك في ودا إيش وآزار وألمك وايب يقان حتى يعني بوكر فايدين أبو يا رخو وقتي خوش خلقي دشت هربو خوان داو درماني كان هبو فايدة لي ببينن ورامي تخوا قدري وابو كأمان ضلي صحابة كان يعني كانوا بش يعني ندان خوا أبي بلاي كان بو نازلك كبتشن تكليفي شيان لي بكن بتكليفي شوا خزمتي يعني كان هاتشي انكر فايدين ابو ايش وازار حراسي لك ابرا بريو بطاقتي كردو نارحتي كرد بويا ناچار وتي ام بابشين بولي او جماعته بل كشتي كان بي بي دوايه درمانه رقيه اشتيك ام نخوش چاره سببي هاتن بولاي جماعت بيان وتن سيدي قوم كمان قوري قوم كمان دو فش بي وداو هاتشي كان هيج فايدين لك قاليا دعوات ان ليك ان اگر يك يك لايوا اشتيك زاني لم بابتا بي لك المعنى ابو سعيد الله يهرك اجتهادك بوخم زاني القران بيروز كلامي خوايو سورة فاتحة قورتين سورة قرآن أو الشفاء يو قلتم والله من أيزانم من أيزانم كان دي لقل ما نور قلتم والله نايم إما ناتين ميوان داري تانا كردين أما هم بيهو هاتين دواما ليه كردن شتي خزمت بان بكن هيش من بينا بو هيش تان لقلانا كردين والله نايم حتى وكو شتيك من بودانين يعني با أجر و پاداش تيك ديم أجر و پاداش تيك من بودانين نايم والله يوتيان شتاني يوتان دينا ورن لقل ما نا ديارة قوريق ومكان نخوش لما فرمنا بلغي لسلوة كاتيك قوري قوميك سبب بو خرابو وتاوان وفساده خواهي قرب بلا بسر نفسي عذاب زيني يعني ممكنة خلقانك لجر دستي رئيسي أو قبيلة دستاتي عن نبو به يقصي عن ني خوارد به بويا أمر لجر دستاتي كي خاواني لاديك خواهي قرب بلا كي بسر كي عذاب زان بسر خاواني لاديك عذاب زان بويا هر كاتيك هر قوريك کار ریگر چاکا اگری و خرابه بلا وکات و فساد بلا وکات و توان بلا وکات و یعنی لجیر دستی چاکا کاری نایاله و هول و غم و مانو بونی بو گناه و توان و خرابه کاریه ایتلا که خیل عدیه و بیگره تا و رئیسی ولاته لکمترین مسئولیت تا گورترین مسئولیت لرئیسی خزانه که تا و که گورترین اما هموی ایگریه تا و خواهی گره بلا بسر نفسی خواهی دعب زینه امرو بیعا بیعنی ایه الان روشتین منش فجعلت امسحه واقرا فاتحه الكتاب واردده حتى برا الله يعود اسم فيها هنا واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سوره فاتحه مسدا كندا حد بارا ما كذا حد بارا ما كذا لو شوني كغستيتي سوره فاتحه مسرا هو عند اسم فيها سوره فاتحه مسرا هو عند اسم فيها هنا حتى وكشاك وعيبنا كشاك وعيبنا ما اويك وعد عند ابو دان في من هذيك اشلو حيوانات عليك ورمان قدوت من والله اما نبي ابو ايما اما هيك يعني وكبله هيك شتيك مال النبي غمر النبي صلى الله عليه وسلم شلون ابي امشتا ورجرين لباتي ويك ايما
سودێکمان بە خەڵکە گەیاندووە. وەوتمان سەبەبی وەرگرتنەکەش هۆ کارەکەی ئەوە بوو لە بیدایەتەوە ئەوان داوایان لێکردن خزمەتیان کرد میوانداریان کردن نەیان کردن. ئەوانش برسی بوون بۆیە لە مقابل ئەوتیان شتێکمان نەدەنێ ئێمەش ناین سوودتان پێ ناگەێنین یان ئەو کارەتان بۆ ناکەیت. وەریان کرد. دەستیان بۆ نەبرد بە برسێتی گەڕانەوە بۆ لای پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم یعنی هیچیان لەنێ سەر بڕی و نەلێ خوارد. ئەوەش بەڵگەیە لەسەر وەرع و زوهدی سەحابە برسین لە دەشت حیواناتێکیان دەستکەوتووە دەستی بۆ نابن دانەیەکی سەر بڕی. شکۆ نەوەکو حەڵاڵ نەبێ ئێمە شتێکمان کرد لە خۆمانەوە کردمان ئیجتیهادمان کرد کردمان هێڵە پێغەمبەری خوا ڕێگە بە مەدا صلی الله علیه وسلم هەر بۆیە هێن هاتنەوە بۆ لای پێغەمبەری خوا سەلات و سەلامی لەسەر بێ. ويفرمي ما نحن بالذين أكلها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه فذكرنا له هاتم لي في غمري خود مباسك ما نوجي رأيه فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم في غمري خود استيقظ في كرين زاد خنيكي كرب رويانا وقال وما يدريك أنها رقية. فرمي أبو سعيد وشون زاند ورقية شون زاند أما رقية وفايده وأبت السبب شفاء أبو أمنا خوشينا. قلت يا رسول الله ما دريت أنها رقية والله إنه زاني في غمر صلى الله عليه وسلم أما رقية وسودية يعني وكو الرقية من أمام أزاني ولكن شيء ألقى الله في نفسي والله قايت على قصتي ظلمة كوتما قرآن وكلامي إخوائي وصورة فاتحة وقورت سورة قرآن ما بيخوا أنا بس أقول لكم شفاء يبدأوا إما إيش ما عندك كبير لو بس يتي نار راحتي أنا جات ما بي هلا برأو بوي بيا غمر صلى الله عليه وسلم بيا غمر إخوائي بوي دلي عن بداته إجنا حلال إخوائي أنا بوي دلي أوان بداته فرمي كلوا واضربوا لي معكم بسهمين فرمي خوتان بيخون بشي كان بو خوتان بشكش بو من دابرين ما بس تشي بو ليلا ما بس او بو بوي دليان مرتاح بيه كحلالة دليان مرتاح بيه كحلالة. جاء اما ابو سعيد خويل الرازي بحد سكل ابو خالي مسلمات ام اجتهادي كر وفي غمر صلى الله عليه وسلم موافقي كر كخصكي كاركي حقا ولا سر شريعة كردوتي واشتيكي نكردو كمخالفي شريعتي اسلام بيه. مكانتي علمي لبين الصحابة كان لدواي وفاتي في غمر صلى الله عليه وسلم طبعا في غمر وفاتي كردوا أبو سعيد 80 صالة 20 صال تقريبا 20 صال 8 كان جزور بلان كبار الصحابة هنديك جار برسيارة عندي يكرت سيد كان أبو سعيد فرمي كنت جالسا بالمدينة في مجلس من مجالس الأنصار جاري كان من المدينة داني اشتبون لمجلس يقل مجلس كاني أنصار صحابة كاني مدينة فأتانا أبو موسى الأشعري فزئا كأنه مذعور أبو موسى الأشعري زور ببلا هذا نام مجلسك وترسين رابي قلنا ما شأنك وتمنى خيرة يريدا وقال إن عمر أرسل إلي أن آتيه على إمام عمر ناتوي بشوين ما كمل بتشم بولاي مش شوم بولاي حديث قد درجة بكرتي شوم لدرجام ده سيجار جارك باشان جارك باشان جارك سيجار لدرجام ده درجاي نكدو إمام عمر مشغول بو بويا منش قرامه وتنديار إمام عمر مشغول كاتي كدرتش مو بولاي والله إمام عمر مشغول بدرجاي بو نكردوه يعني كواتا سببي كرن نكدنا ويدرجا كأما يشكو خوي بان كردو إيشي بيدي بدرجاي نكدو مشغول أنا يبرجا أما إيش عزرة بلام أبو موسى نوستا قرايو بو مام كاتي قرايو بو روجي دواتر إمام عمر نادي بشوينا تشوف ولاي فرمي هات بولاد أي قوري مسلمانا بلام لدرجاي شمدا درجات بو نكردو ديار بو مشغول بوي بو يقراموه قلت السنة او سنتي في غمر صلى الله عليه وسلم كسيس جار لدرجاي هر كسي كدا درجان بو نكردي تو يترمي كبچوارو طوا بوست قال السنه يعني اما سنته قلت استاذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت من بلي سيجا لدرجان داو بو نكرا وتو غراو متو في غمر فرميتي صلى الله عليه وسلم اذا استاذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع هر كسي لدرجاي دا سيجا بو نكرا وباب غريتو دواوا امش درسی که زور گنگیتی ها که تو چوید با هر مالک در درگاه ده سی جار اگر درگاه با نکردی توا ما چو بگره رو دیرا خاله که تبدیت پیش و اگر احتمالی او بی که گویان لیه نبی اکری بوستی یان احتمالی او بی که مشغول بنا امام عمر مشغول بو که تی که مشغله که توا بو کسی که نه تماشا که ابو مسالوی نماو کواتا اگر سی جاریش در درگاه ده اتوانی توزیگ لدور و بوستی يعني لدور بيد القاعد توزع بوستي بوتيا أجر مشغول بيتا دقيقة دو دقيقة سيدا قبل كوبوت كاتوا أجر وانا بو بقرر ودواو وإذا قيل لكم ارجعوا فرجعوا وأسكع لكم خوي بيرجعر فرمي أجر شون بو مال لدرجة تاندا إذن تان ورقد إذن يان بيان دام يان هاد بيان وتن بقرر ودواو إما إذا مشغول إيش معنيه بون منا يعني
یان علم حالتا مشغول انتو انا استقبالي ميوان معني يان هر مشغلتي كتر معني يعني حتى بصريحي بيان وتي بقر يدواوا نقدر قاعد بونا كنوا بقر يدواوا بقر يدواوا او بي او باشتر انا بروات انا بي استا لو تشارك يقل ايما لدرقاي كسي قودين ودرقاي مبوب كاتو بلي نام برجي ومشغول بقر يدواوا لو تشي حتى ما ينمح بينك والله من الاحمان كاتو نصي قرانش او نصي قرانا بوچی چون که تو هر خود جاری و هیل مالا و مهیئ نیه میوان بیت جورو خود مزاج و توانی خود بیت عقتی ذوقی قصه کردن نیه رود خوژ نیه ای کامرای میوان بیت جورو و ازن لو عاجزی و نیه بوی باشتر و بلی کاری کمه ایش یکمه مشغلت یکمه مثلا مشغلت اقی خود هر چیه یعنی اما ده کاری کمتی یعنی الی آخیره اما تو زور طبیعی انسان وری بگری لبروا ميوانكه نيت جوره و تولوت داو بيكا و بطاقتي و ذوقني و قسيله قلناك و مشغلتي هي و مزاج تواونيه اجواب زاني رق لويان بطاقتي بو والله من الهمان كتواني تو خد تواونيت مشكلتني لا قلاوا بويا واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو اسكى لكم فعلا او باش انسان قرى و دواء ايه والله امام عمر قايل رازي بام حديثي نبي استوى شنك انصاري كان زورت الحديث يعني بيست بو شون كأنصاري كان لما لهم نالي خوانا بون كلو بلو بوشاكو خواردنو إسراحتي عن زياتر بو زياتر لخزمتي في أغمرا بون صلى الله عليه وسلم بلا مهاجيرا كان لبرو هجارو فقير بون كلو بلو مالو أولادو شتي خوانا بجيه هشتوا بارو ساماني بجيه هشتوا يعني ملكي خوانا بجيه هشتوا لما كواتون بو مدينة وبروتياتون بيستان بچيا إيشو كار يكواته كما جينا خدمتي بيغه من صلى الله عليه وسلم زياده شكر يعني لبازار واتنا وروجتنا يعني بوشتك فيا كان بو خويا بو ما بيعمل فرمي مشتي وام نبي استوا والله يا نبي شاهد بيني يعني قبول ما كري ان يبي عقوبه ور بغري كوا بيغه مري خوشتي واي فرمي صلى الله عليه وسلم قصيدر قال سير جال دقائق بده يبونا كراي وبروي ابو موسى ايش فرمي دباش هاد بونا وكوي بونا اما جيسيك ابو سعيد خدي تي دانشتو فرمي خلقي انصار اي ولا مك الشهر زاتن ما فرمو دي بيغمر صلى الله عليه وسلم شيخ اوار يدا ومنو تو ما بيغمر فرمي تي صلى الله عليه وسلم كتي امام عمر الله بروش حياته مو بينا الله انصار كان وتيان والله يبي بتشوكتين وكو تمن مان كان ما لها مو بتشوكتر او بي شاتيت بوبدا يعني او ندم مشهور اشتكى لنا ايما هما ريزانين بلان با بتشوكتين مان لري تمنو بي او شاتيت بو توبدا أبو سعيد فرمي من لها مويا تمني بتشكتر بس كيف يا غمر يقام بدو صلى الله عليه وسلم وش تمني بالصلاة فجعلوا يضحكون فقلت أتاكم أخوكم المسلم قد أفزح تضحكون فجعل القوم يمازحونه يعني قالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا سنا أبو سعيد الخدري قم يا أبا سعيد أبو سعيد لقلي بره قال أبو سعيد فكنت أصغر القوم فقمت معهم لها مويا بتشكتر بوم بويا لقلي هستام جنبولاي إمام عمر فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فقال عمر خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني عنه الصفق بالأسواق إمام عمر فرمي والله من أمح فرمو دي بيغمر صلى الله عليه وسلم نبستوا ليم خفيب وليم شاراوتوا بما نايك يعني نبستوا أقام لينيا شون كم من براستي لبهوي كسابته بازارو أوشتانوا يعني زورجا لخزمتي في أغمري خوات شو ما تدره صلى الله عليه وسلم هدي أكفر مدبنا بيستوى يعني عسري هنا يوب وخوي الهاني عنه الصفق بالأسواق يعني كرينو فروشني بازار مني مشغول كل لم علما كواتو قماني تياني بازار وكرينو فروشتنو مشغلتي دنيا إنسان لعلم مشغولة كاو لوتي أويشي لبيرا بيندي كلبير بباتو ينزور بي أمش بلقي لسر شي بلقي لسر أو كقوري إيمان داران عمري كري خطاب عشري مبشرة دوهم شخص لدواي في غمر صلى الله عليه وسلم دواي وبكر عمر دي لقوري وفضل مكانته كشيف فرموديك لفرمودكاني في غمر صلى الله عليه وسلم نبي استوى شنديني ترنقر اوا شنديني تريش لنا واصحابه لمنا واريداوا اجانا فرموديك لفرمودكان نبوه بلام كاتيك كدليل وبلقى اجات دسيان طوا او استنور يكرن قبول يكن بوي امجل سلمان بيوستا لهر حالتي كان حكم يقل حكم شرعي كان ممكن هذيك حكم شرعي منوتو نيزانين ما نبيستوا يا بنو اكي ترتي اجيشتوين بو مارونا بيتوا واجبه وري بغرين هر بابت يقل بابتا كان اما بو هموكس تواوا بو هموكس بو صحابه اما رويداوا برواتا نبي بو دوي صحابه شما هي بو ائمي قورا كان وكو امام الشافعي ومالك واحمد وابو حنيفه هاو الشيوي اوانش اما رويداوا وبو زانايان رويداوا هر لا زماني بيغمري خواوا بقرا حتى وكو امسر دمي خوما شندين عالم هي
شندين علماء برزي جورهيا لحديثة لفقه لعقيدة لتفسيرة لهم أنبابتانا تما شاكي عنديشتي لبيرنيا يا لبيري شو توا يا بيستويتي لبيري نماوي يا هر ناي بيستوا بلام كاتك قشت دستي طوا قبولك كاو بيست قبولك كاو تتوش أجشتي كتكردوا مخالفة شرعة مخالفة سنة في غمرة صلى الله عليه وسلم بيانوتي أما السنة أويتوا بدعية أما السنة أويتوا مخالفة شرعة أما حرامة أويتوا حرامة أنجاء ميدي أما حلالة أويتوا حرامة إلى آخره بيتشواني كاركيتو طوا بوست ما دام دليله بلغة هي بوست إنسان شياوي أويها لبكا شياوي أويش تشي لبير بشيتو أبو عمر أخوة إلى رازي بيتر لدواء أوكي أبو سعيد خدري خوالي الرازي بك كتير لو صحابياني كهميشة وكتمان أهلي علمة والروايات زوري لبي أغمر الروايات كدو صلى الله عليه وسلم نصيحته أمشقالي زوري صحابة كانوا غير صحابة كانوا شي كردوا لجير بابتي أو فرمودي الدين النصيحة الدين النصيحة وبروج بوا لسر تطبيق سنتي بي أغمر صلى الله عليه وسلم هم كاتيه عياضي كري عبد الله كري أبي صرحة فرمي روجي كان أبو سعيد خدري هاد بو جمعة روجي جمعة مرواني كري حكم قال بدستي مسلمانان خطبة يا خوانت فقام يصلي أبو سعيد هات جورة وشيكر دركا سنة سنة دوائك توشيتا مزقود كاتي خطبش بي دانانيشي دركا سنة تحية المسجد كي باشان دانيشي أبو سعيد دركا سنة كرو باشان دانيش ولم كاتي سنة كان يكر فجاء الحرس ليجلسوه حرسي قال بدست خليفة هات دانيشيني يعني سنة كينكا بلا أبو سعيد وازينه أن يجي خوي هركت فأبى حتى صلى وازينه أن يجي خوي تراوكت فلما انصرف أتينا أوكاتك لن يجي بويا وإما شو نقول لك وعلي ياضي كري عبد الله كري بصرح فقلنا رحمك الله إن كادوا ليقع بك خريج بو فلا ماردا يعني عزيت بدن بو وازدنا هنا لن يجي كت خرس كان خريج وازارد بدن لكاتي خطبة دانش تتاعي ونيجد نكر داعي قال ما كنت لأتركها بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد وازل اشتيقناه ينم كلا بيغمر بيني وصلى الله عليه وسلم يان وازل اشتيقناه ينم كبيني وما لبيغمر صلى الله عليه وسلم كأوي فرمو حديث غباسك ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة قال لزماني بيغمر صلى الله عليه وسلم جارك يعني بيغمر إخوالا مزقود بو روجي جمعة خطبة أدا بيغمر هات جورة وبناو مزقود في أيئة بذة في هيئة بذة يعني كلو بلو بشاكيشي أو نبو كبري لست الإشارة بيتوها هنديك تلكو عرق وشتاني بيه وبي ما بس تبي أيوة هيئة بذة يعني باكو بخت النبو لروي كلو بلو بوشاكا وكسيق لإشارة بيتوا آه والنبي يخطب يوم الجمعة يعني وصفي كابراك الشكا بيغمر إخوة وتاريخ يندوا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت كابرا هاتو يكسر دانشت بيغمر إخوة فرمي نيو يجد كرت لسر وتارا ولسر من براو نيو يجد كرت تحية المسجد تكرت قال لا كابرا وتي نخية قال صلى ركعتين في غمر يخاف من هست درك سنتك باشان دانش فصلى ركعتين والنبي يخطب كابلا درك هذا سنتي كدو في غمر يخوا هر وتاريخ صلى الله عليه وسلم بل قيل لسد شيء بل قيل لسد وكأو السنة بل أم جاري واهية وقلت من لهر سردميكا هندي خلق باب لو مقام يشان هبي لهندي كفر مدبي آغان يعني يعني بيستوى يا اللي بيدان شو توا بل أم كسيك أهل علماء في داعري لسد تطبيق سنتي في غمر صلى الله عليه وسلم حقي خويتي جي خويتي او كاتت وشي بولاي بي الي يعني او خويدي بولات وين روشنا كي توك او السنه و او يتوكرتا يعني يعني كاري لخلقا كي كانوا يجي سنتنا كاوي تو مخالفه شرعه اما اش بلقي كيتر لسروي كوكوتما انسان هر كاتك علمي بي جيج لسر هر بابتي تسليم بيو انكاري نكا لسالي شاستو سي كوتي صالي شاستو سي كخلقي مدينه بيعتي يزيد كري مع عيان رفس كرت أو أبو شردة لبيني أميركاني يزيد لقال خلقي شاري مدينة أبو سعيد يكبلوك سانيك لترسي رجاندني خوينو فتنة يعني فتنة كويتة بيدي مسلمانان خوي دور خستولا فتنية شونك أي فرمولة بيغمره صلى الله عليه وسلم أني أم حديث الروايات كراوة لا لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما في غمر صلى الله عليه وسلم فرميتي بردوام إنسان مسلمان ولا ناو فراواني إسلامه ولا ناو قوريو سماحته ليبردي إسلامه
هتاكي ما لم يصب دما حراما، ما دام دسي نتي وخيني خلقه، ما دام خيني نرجيني وانا حق كواتك خيني رجان يتبت بخت داما انسان تانا قاعد قتل باشا هتشوني قبل فراواني اسلام لسماحتي اسلام والله مكدستي سوربو بخيني خلقه خلقي كشت بنا حق تبت بخت داما يدنيا وخيامات بي بل غير سب قوري قتل وانسان بيخوي لي باريزي بتايبتش امروش قاري خمان كقتل زور بوه كشتن زور بوه لسر شتي بيه نرخ شتي بيه سود يعني شتي بروبوز خلق كشبه ساريق لشوينك بوستيني ني وستيني فلايت يكت بولي دني علي ندن نهزان لطاسيك بوستي يا نوستي لبد لشاريعي كوتي برياتي نبري يعني سبحان الله لم هموا يعني دوا كوتويا لم هموا بعقليا لم هموا نهامتي جهالتا كخلقي تيا كوتو لسا أمشتا بسيطانا شتي بسيط خلقي لسالة كجري بداخوة لزمان فتنة أبو سعيد خدري خويل رازي بي كفتنة قشتا شاري مدينة شبو دابو يا شاخيك شمشيركي كردا ملي وشو ناوش كوتيا كو كابرايك شو جورو بولاي يعني بوي كأزيتي داو بي كجي أبو سعيد كبيشو كابرا بيتجورو فرمي ميرا جوروه اگر بیت جوره و او میشم شیرم پیو لگلتا اجنگیم کابره هر وان زینه او چو جوره و حریص بو بوی بیکوجه کاتیک چو جوره و ابو سعید کبینی ما بس تی نبو شر لگلكا شمشیر کی دان کندو لبردمی خو داینه لملی دای کندو لبردمی خو دانا خو ایتوانی بلا ما بس تی نبو شر کا چونکه خوین گوری و کونی کم رو خلق سیدی کا فرمی بو باثمی و اثمک او شمشیر کم دانا و ادی بم کوجه نکبه منای امری پی کا بیکوجه ادی چی کی بیکا با گناهی منیش و گناهی خوش ات هلبگری لقیامت چیه که با خود بی؟ آقا مشم شدی خوام دانه من تو ناکوشم اگر دستم بود ریش کهیم کوچی آقا گناهی منیش و گناهی خوش ات هلبگره کابو سعید وای پیوت کابر آقا سعیدی کردو فرمی پیوت انت ابو سعید الخدری تو ابو سعیدی خدریت قال نعم تی بله من ابو سعیدم صحابه قال فاستغفر لي غفر الله لك کردی دعای لی خوش بونم بک خوالت خوش بی يعني تماشاكا صحابة كاني بيغمان صلى الله عليه وسلم او اندل قطر ترساون او اندل خوان ترساون كابره هاتو بلماري اندا بيان خجي كتش مشارك اندانا بوش فيت نبو او اينا بيني مسلمان وكافر نيا او ايكا بلماري داو بناوي اسلام ودين و بلماري داو بناوي اسلام ودين و بلماري داو شكا فتنة يقروي داو و اوش لا جير سيبري او فتنة هاتو اخوي كردو تجماعاتي كسي اكو خلقي كتر بكجي او موضوعك بو ابو سعيد فرمي لفتنة كاتك مسلمان برابر مسلمانا نبي انسان دستي ديرش كابو كشني هج مسلمانك فرمو گناهي منو شو گناهي خوش تل بكر ابو سعيد خويل الرازي بكاتك ام في تنريدا وشاري مدينه عندك بالشيونا راحتي تي كوت فعلا كشتنو برينو سعر جران بونو بوصيلة شاري مدينه بالشيونا ريدا فاستشاره في الجلاء من المدينة يعني يكيك لبيا وكاني مدينة هاد ولا أبو سعيد وتي أبو سعيد والله من إيش مشورات تبيكم نسأل أويك من شاري مدينة بجيبي الله وضع شاري مدينة يكتوا سعر جران بوا بشيوية نار حتى وضع وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله منال زورا وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولوائها ناتوان صبر بقرم لسر نار حتى مدينة وبرسيتي مدينة يعني أم برسيتي كاستعيا لأوى يعني شدة الجوع زور برسيتي ونار حتي فقال له ويحك لا آمرك بذلك فرمي نه من قد أمرت بينا كم بما كمدينة بجي بيالي صبر بقرو لمدينة دانش فضلوا قوري مدينة لدس مدى شنك من بستوم لبيغمار صلى الله عليه وسلم كي فرمو لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما فرمي يا غمر فرميتي صلى الله عليه وسلم هيجي كي اغنيه صبر بقري لسنا نار حتي كان شاري مدينه ان ده زمان يك ابو نار حتي كتاب وناخوش كتاب برسيتي الرويتي هرشتك صبر بقري ودانيش مجوري هركس يا صبري تي بقري واخيرا لمدينه بمري من الروج قامت كايبوك وعدي يا غمر صلى الله عليه وسلم ومن شاهد بويا او كسانيك لناو شاري مدينه ولا شاري مدينه ج وفاتي ان كردو يا لنا شاري مدينه جيانا لبن سلاتاو كل امر اكون بر انت كايب يا غمر صلى الله عليه وسلم روجي قيامته وبيا غمر اخوا صلى الله عليه وسلم تكيان بوكا ام حديث امام مسلم روايتي كردو
خوشویستی ابو سعید خدری بو طالب العلم کان اوانی که به شون علم شرعیه گرین ابو سعید زور معنی خوشویست و فرموده که لپیغمبر و بیستبو صلی الله علیه و سلم که فرمو مرحبا بوصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یوصینا بکم کاتک طالب العلم کی بدی آیا یعنی کسی به شون علم بگری آیا به شون علم بهات آیا ای فرمو صلا و دلی بیه ایو کسی وصیتی پیغمبری خواهد جیب جیه کردوا پیغمبری خواهد وصیتی به ایم کردوا فرمیتی سیتی کم اقوام یطلبون العلم خلکانی دین بولاتان دوایی به شون علم آگرن ما بستی پی صحابیه خلقی تر لتابعین که پیغمبری خواه وفاتک صلی الله علیه وسلم خلق یک لدوره و دیب ولای صحابه کانی پیغمبری خواه چی حدیث یعنی پیلی یعنی ور بکنه علمی یعنی لیور بگرن پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه وسلم لدوائی من خلقان یک دین ولای ایو علم تان لیور بگرن فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِّمُوهُمْ كاتك أمانة بيني بشون علم أجرين إيوا بيان بلين صلاو تان ليبيه مرحبا صلاو يخواي فروردقار تان ليبيه أي أو كساني كبشون وصيتي في أغمرها هاتون صلى الله عليه وسلم بشون علم أقرن لباشان كم ترخمي مكان علم أن فيركن فيري أن بكن أبو سعيد خليل الرازي بك يقبلواني بمعنى كلمة شيخ ما مستايكي رباني نرم لسر خوبوا وزور زور خلق فايدو سوديان ليبينيوا كاتك درسي بخلق توتوا يعني درسي حديثي بخلق توتوا حديثة كاني في أغمري بخلق نخلق كدوا فتواي بوداون خرون كدنوي بيداون یکی اگر طلب کنی فرمیار شوی کن اما باسی شوی قدر معنا کل زمانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لکه ل ابو سعیدی خودری که بو من باس که ل زمانی پیغمبری خواه علیه صلوات و سلام چون بو چون بله ابو سعیدی خودری پیمانوت الا تخرج بنا الى النخل نتحدث نایل قل معنا بچین بنا و او باخه هندی قسمان بو بکی هندیک نصیحت من بکی فخرج وعليه خميصة له فقلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر ومن باسك شد بيغمر بيستوى لشوي ليلة القدر صلاة وسلام إلى سلبي فرمي اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأول من رمضان واعتكفنا معه بيغمر صلى الله عليه وسلم لو صالة دروجي يكمي رمضان اعتكافي كرت ايمج اعتكاف ما لقلع كرت دروجي يكم لباشان فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك جبريل هذا ولا في فرمو أي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو يتوب شوين يا قريلة بيشته يعني قدر لم دشوي كمانية شوي قدر لم دشوي نبو أو يتوب شوين يا قريلة بيشته ما يأتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دشوي دو هميشي اعتكاف كل مزقود اعتكاف هو إنسان مزقود ناتشي تدروا لمزقود ناتشي تدروا خواردني شي بوه إنه مزقود لمزقود يجب أمينية تو اعتكاف هو ضرورتي اجنبي ضرورتي زور ضرور كي تلا مزقود دست بناكبي بون من بيستي بخوش وردن بيا جنابتي كي بو دروز بي شي خوي بشور بقريته واقر شوين اجنبي يعني يانا يعني خوش مثلا بيبان بو خسته خانو بيهنا وش تكلم بابا انا اينا لمزقود ناتشر درو اعتكاف بريتي لو الله بيا خمري خوات دروجي دوهم دشوي دوهم شي اعتكاف كر يعني دي ناوراست دي سان جبرائيل هاد ولا يفرمو اي بيا غمر صان صان ويتوب شوين يا قريش على بيجد ناو او دي دوهم شي طابو بيزروش پاشان دستی کرد با دشوی اخیر اعتکافی تیاب که او جا پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیہ وسلم اینی اریت لیلت القدر اول دوائی بیش شوکه فرمی من پیم نشان درا شوی قدر کامه و اینی نسیتوها و من لبیرم چوتوا یا لبیرم براوتوا و اینها فی العشر الاواخری بدور روایداتوا نسیتوها و نسیتوها و نسیتوها او شاتوا و اینها فی العشر الاواخری فی وتر كأمد شوى كالأخيرة ماوى من شوي قدر من شاندرا بلام لشوى تاكا كاني دشوي أخيري رمضان وإني رأيت كأني أسد في طين وماء ومن لخوما بيني وما أو شوي كشوي قدرا لخوما وان بيني وكسجدن بردوا سرم لنا وآوابوا يعني باران باريو سلوشاهم تربوا في طين وماء يعني شوانا كم بوتا قراو بس قوتي في غامر صلى الله عليه وسلم أم بينا وسقف أما وخزمة نبوا شوار دیواری که قر سقف کشی داری خور پوشی خورما بود طواف چون که مدینه زور بهرانی دیگه نباره آوا درست کرده وقتی خور پوشی خورما بود آم از گوتی شب و کام هم و جوری اسلامی تیا پرورده بود آم هم و پیاو جور و پیاو عملاقی اسلامی تیا پرورده بود از گوتی که آوا ساده و ساکار پوشی خورما ابو شواز که برای نباری از گوتی میتربو از گوتی پیاگمری خور رمر بود کجایی کی تربو من حسیلی تیانه بود فرشی شدیانه بود
فرمی من شوی قدر نشان دراوا اهوایا صفتکی بلان چه شوی که یشتا دیاری نکراو لای پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبل فلان شوا بلان ملش شوا تاک کان بو شوا که لبیری پیغمبر چو صلی الله علیه و سلم هندیک صحابی لبینی خویانا قدری خوابو خوابیستی لسر او بو هندیک نقاشیان کل لسر او لانجامی او نقاشا شتکا اوائلی هات بويا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی تشتکا تازر روی دیاری کردنی شوکا بلام لده شوی اخیره و لشو تاکان بوی بگرن وكان سقف المسجد جديد النخل وتمان كوشي خرما وما نرى في السماء شيئا او يوارك في غمر قوايا او رجا حد تغيب وجراين او عصمان صامل هي تشور بعصمان ونبو فجاءت قزعة فامطرنا ولا هور يك ينايو او شوي شوي بسو يكبو ببارا كوات الشوي بسو يكبو بشي بو بشوي قدر ودياريكرا يعني او شوي لو صالة كلا لو قدر ليلة قدر تيابو شوي بسو يكي رمضان بو فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في غمرك أن يجيبوا كذين حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤيا حتى وقل لك في غمرك أن بني صلى الله عليه وسلم كسري برزة كردوا سروشاوي لناو أو قراوي كباران باري بوبو بقر سري برزة كردوا أمانيها مو أساري قرقي بيوبو دموشاوي في غمرك صلى الله عليه وسلم دموشاوي لقل أرنبتيه يعني لوتي لا طرفي لوتكاني شو كان إنسان كسجد بقى لوتي شيء كبير تسرزبي يعني دقة ودقة وكي شون بو أبو شواز حديث كتير لأبو سعيد وديسان موقف كتير كبسة تطبيق السنة هو تقريبا كوتاية جاري كان يكيق لقتابي كان يتوب مالي أبو سعيد خدري الليلة درقام دا سيجار درقام بو نكرايو هاوارم كردتم السلام عليكم يا أهل الدار صلاوي إخواتي عليه بأهلي أمالة تي وام تصورك كجوان لين يو دورا ولم فلم يؤذن ليكز ولا مين دامو يار بجوان لين أبو فتنحيت ناحية فقعدت يار مشغول بون إيش كلام دو حالته جوان لين أبو يار مشغول بون تجاري واقص إلى درجة ده بلا مشغول يدس ناي كابي كيتوا كواته إنسان كلا درجة ده توصل صبر بقدر بس هديك تق 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 كبر إذا عجنك لا درجة دا ودوسية جاي صبر بقرة دقيقة توزع صبر بقرة باشان تو ليه دا توزع كيت الصبر بقرة حل سريق لسريق لسريق كابرا إذا عاد ما كان ممكن كابرا مش غلط يكيها بي دستي جيرا بي نبي إنسان فلا بلكا إيه على بويه مش صبر بيا قرتو شو ملا تنيش تدرجة كا بوخم دانيش تو فقعدتو فخرج إلي غلام لا دواي وكد يا أبو إيش أنا أبو من الله غلامك غلام يعني عبدك غلامك هذا دروا فقال أدخل فرم رجوله فدخلت شو مجوره فقال لي أبو سعيد أما إنك لو زدت لم يؤذن لك أقل لسي جار زياتر اللي بدأ إذن بينا دايبي تجوره أقل لسي جار زياتر اللي بدأ إذن بينا دايبي تجوره وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع في غمرة فرمية صلى الله عليه وسلم أقل لك يقل إيوة لدرقاء كده سي جار بوينك رأي وباب قررت ودعاه أما السنة كتير للسنة كاني في غمر صلى الله عليه وسلم كإنسان يعني خلقك إذا عاجنك بقدر توانا حتى تلفون تلفون أتوان دي بخلية سلام بابته مثلا تو تلفون بوك سيكي جارك تلفوني بوك دو أي دقيقة دواني تجاري كتير بوك دقيقة دواني تجاري كتير بوك والله ميدا والله ميدا والله ميدا وزيلي بيان ممكن كابرا مشغول بي ممكن دستي جيرا بي ممكن هر صامد بي أقاي لينا بي ممكن لما جيس يكابينا توانا والله ميدا بداته ممكن لشوين يكابي كمساعدنا بي بولان دانوا كواتا امشي تشتر او قلبا كسيجار تلفون تكربو كسيج ولا من ابو بيدنبا دسيدي هلغرا ما هو يتر تاخيريكا روجي كيتر كاتي كيتر بسيارك يعني بو كسي كيتر يعني حتى مثلا بو ميواني تشي بو مالي كابرايك بو سردانك نخوشه الى اخره هشتيغ لم بابتان كولا من ابو لدواي سيجار انسان تواني دسيدي هلبغري او سنتي بيغمر صلى الله عليه وسلم كاتي كوتاي لجياني أبو سعيد خدري خويل رازي أبو سعيد وقتمان لشاري مدينة لصالي حفتا وشواري هجري لتمني هشتا وشوار صالية أبو سعيد وفاتك لشاري مدينة بيغمر صلى الله عليه وسلم أبو عثمان النهدي دي بو شاري مدينة بو شاري مدينة بيغمر صلى الله عليه وسلم بلام أو لشاري مدينة نجياوه نازانه چی روی داو دیت شهری مدینه تماشا که خلق مو یگری شهری مدینه خلق زوره گرین خلق کوبونه تو حرکت یعنی خمبارن بیتاقتن اگاته حرکت تماشا که وضعی مدینه نوعی کی تره
فرمي خير شي روي داوا لم شهر شي روي داوا او انا شبي اود لست من اهل البلد وقد يرى توخلك مشارني وين زين شي روي داوا تمنا والله خلك مشارني لو كنت من اهل بلدي لعلمته لعلمته اقل اهلي امشى لابو تاذاني شي روي داوا مات ابو سعيد الخدري رضي الله عنه امر ابو سعيد الخدري وفاتك ابوي خلقي مدينه بيتاقته يتشكل صحابي كان في غمص الله عليه وسلم يتشكل فقهاء كان ناويان يتشكل مفتي كان مدينه لسدمي خوي بتاي بدلا او كوتايانا بويا ابو سعيد وفاتي كردو قايل رازي ابو سعيد الخدري 1107 حديثي لبي غمر روايات كردو صلى الله عليه وسلم 1107 حديثي لبي غمر روايات كردو صلى الله عليه وسلم لو 1107 حديثا 43 حديثان متفق عليه هي 43 حديثان لبخاري ولا مسلم شاتو بيجقى لو 43 16 حديث يش بخاري بتنيا رواياتي كردوه بيجقى لو 43 ولو 16 امام مسلم يش بتنيا لمسلم 52 حديث روايات كردوه كواتش 43 متفق عليه 16 تنيا بخاريه 52 تنيا مسلمه باقي كشي لسنن كان انت راهي او حديثانك ابو سعيد الخدري رواياتك دول في غمبره صلى الله عليه وسلم كواتيك كلا وكتمان صحابيانك روايات حديث الزورة وللري فرمو دجران وهو لنام صحابة كان في غمبره صلى الله عليه وسلم شو اندستي ديار دواكي لخواي بروردقار لقل أم صحابة خوشيستاني في غمبر صلى الله عليه وسلم لناو بهشتي برينا لخزمتي في غمبره ومان كوكاتو بديداري يكتر من شادك أو لقناها كان من ببوري وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.